مزيد من المتابعة حول هذا الموضوع معنا من الجزائر الصحفي علي بوخلاف. أستاذ علي، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. كيف تبدو ردود أفعال الشارع الجزائري والطبقة السياسية بعد ظهور الرئيس عبد المجيد تبون صوتا وصورة؟ رد الفعل الأول هو أن الكثير أحس بنوع من الطمأنينة، وخاصة من بين أنصار رئيس الجمهورية، وحتى الذين يريدون فقط أن لن يكون شغور في منصب رئيس الجمهورية، ويتخوفون من ارتداءات هذا الغياب على الساحة السياسية الوطنية. أما المناوئون لرئيس الجمهورية بطبيعة الحال الكثير يتساءلون حول حقيقة هذا الفيديو، والآخرون يقولون بأن هناك فبركة الفيديو أو حتى تركيبه بشكل يظهر به رئيس الجمهورية في أحسن أحواله. في الحقيقة هي أن هذا الفيديو كان ربما لازما في هذا الوقت، لأن طال الأمد وطالت مدة غياب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ أكتوبر الماضي، وبالتالي كان لزاما على سلطة رئاسة الجمهورية أن تضع حد للإشاعات التي روجت في الآونة الأخيرة. إلى أي حد أستاذ علي، اسمح لي على المقاطعة، يضع حد للشائعات ويضع حد أيضا للتأويلات، وخصوصا مطالبات بعض من أطراف المعارضة بتفعيل المادة 102، إلى أي حد كل ذلك صار من الماضي؟ أولا، مطالبة المعارضة لتطبيق المادة 102 كانت محتشمة، لأن هناك نوعا من الطابو حول الموضوع للكثير من الجزائريين، وخاصة طبقة سياسية من المعارضة منها لا تحب أن تدخل في هكذا جدالات حول مرض شخص رئيس الجمهورية، والكثير من المعارضين لا يريدون حتى الخوض في الموضوع لأنهم لا يعترفون حتى بشرعية السلطة الحالية، وبالتالي ربما الجدال سيكون حول قضايا أخرى، حول قضايا المرحلة الانتقالية، وهناك من يطالب أيضا بإعادة الانتخابات أو الذهاب إلى مرحلة أخرى، وبالتالي نعم بالإشاعات ربما لن تكون بنفس الحدة التي شهدها في الفترة الماضية، لأن رئيس الجمهورية يتحدث شخصيا، واختيار مثلا تويتر كان لإعطاء أكثر مصداقية لهذا الخطاب، عكس ما ربما سيحدث لو تكلم عبر التلفزيون الرسمي الذي فقد مصداقية كبيرة هنا في الجزائر. يعني اختيار موفق، هذا ما نفهمه أستاذ علي. أيضا تبون خلال كلمته قال بأنه سيعود خلال أسبوع أو أسبوعين، وبالتالي ما أهم الأولويات التي تفرض نفسها على الرئيس في المرحلة المقبلة؟ هو قال بأنه سيتعافى خلال أسبوع أسبوعين أو 3 أسابيع، نعم. أي أن مدة النقاهة قد تطول إلى أكثر من 3 أسابيع. ثم بعد عودته إلى الجزائر ربما الأولوية معروفة هي الإمضاء على قانون المالية الميزانية ل 2021، ثم الإمضاء على الدستور الذي ينتظر إمضاؤه لكي يكون مفتعلا في مطبقا في أرض الواقع. وكما قاله في خطابه اليوم هناك ربما القوانين التي تنتظر بعد المصادقة على الدستور، أي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية التي ستطبق في الأسابيع المقبلة لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وفق خريطة الطريق التي سطرها عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية، ثم بعد وصوله إلى سدة الحكم في ديسمبر 2019. ما احتمالات حدوث تغيير في الطاقم الحكومي وحتى في المحيط الرئاسي الذي يرى البعض أنه فشل في بعض الملفات؟ أظن أنه ستكون فيه تغييرات طفيفة على الطاقم الحكومي وحتى في بعض المسؤوليات في الأسابيع المقبلة، وهذا ربما لإعطاء أكثر عربون للمعارضة وللجزائريين الذين لم يصوتوا في الانتخابات الماضية، وخاصة في الاستفتاء على التعديل الدستوري. لكن أظن أن التغيير الكبير الذي سيحدث على رئاسة الحكومة أو في الوزارات السيادية سيكون بعد الانتخابات التشريعية، وهذا ربما نتيجة متوقعة لأن ستكون فيها نتائج أخرى يخرجها الصندوق في الانتخابات المقبلة، رغم أن السلطة الحالية ورئيس تبون نفسه يعرف بأن
هناك معارضة شديدة من طرف الجزائريين الذين ربما سيقاطعوا عن الانتخابات، لكن هو ماضي في تطبيق خريطة. ولكن أستاذ علي، يعني خلال الأيام الماضية كان هناك دعوات حتى من أطراف المعارضة إلى لم الصف وأن تكون الانتخابات المقبلة نقطة انطلاق لتصحيح ما يعني الأخطاء التي حدثت في المرحلة المقبلة. إلى أي حد يمكن أن تكون هذه الانتخابات ركيزة لإحداث هذا التوحد في توحيد الصفوف والرؤى مع السلطة؟ في الواقع ليس هناك توحيد الصفوف، لأن هناك قطب كبير من المعارضة يعارض بشدة القرار الأخير، خاصة وأن هناك سجناء في السجون، في سجناء الرأي في السجون وحتى صحفيين، وهناك تضييق على العمل السياسي خاصة من طرف المعارضة التي لا تريد المشي مع السلطة الحالية. هناك نوعا أحزاب من المعارضة حقيقة تريد الذهاب إلى الانتخابات الشريعية، ربما تجرب حظها في الانتخابات لتشارك في الحكم بطريقة ديمقراطية، وبالتالي الاتحاد في الالتفاف حول رأي واحد لا أظن أنه ممكن في الأولى الحالية، لكن هناك إمكانية أن تكون رأس الصفوف أمام الخطر الذي ربما سيأتي خارج الحدود، وهذا موضوع آخر يقوم النقاش عليه الآن في الجزائر، خاصة وأن هناك نداءات من طرف السلطة الحالية لرأس الصفوف أمام المخاطر التي تأتي من الحدود. شكرا جزيلا لك أستاذ علي بخلاف الصحفي الجزائري، كنت معنا من الجزائر، شكرا لك.